السي الشبراوي نبغي نعرفوا شنو هي الاسباب ديال هاد الوقفات الاحتجاجيه اللي كيقوموا بها الطلبه ديال المؤسسه ديالكم. الاسباب كلها كامنه عند المدير البيداغوجي، لان المؤسسه كتسمى عندها لا بيسيفالي ادمنستراتيف. لا بيسيفالي كاين راجل مؤسس هو انا، وكاين السيد اللي هو مهندس دوله هو المدير البيداغوجي، هو اللي عنده جميع المعطيات البيداغوجيه. ولكن شكون من راس المال ديال هو انا راس المال. اذا انا ما كنقرش الاخيره كتبقى ليك انت يعني. لا 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 قلت لك لا بيسيفالي ادمنستراتيف. انا شوف انا كنتكلم لك انا رجل ديال الشكاره. انا مالي المعدات كذا المسائل التجهيزات كل شيء انا اللي مكلف بها، ولكن التكوين او نسني الدبلومات ولا نعطي شواهد ولا البروغرامات وكل شيء من اختصاص المدير التربوي. يقولوا اللي بغاو يقولوا اللي بغاو، انا لست بمسؤول على الملف التربوي. اشنو اللي كيقول لك المدير ديال المؤسسه بخصوص هذا الاحتجاجات اللي كاينه؟ طبعا كتجلسوا راكم انتم اداره، اشنو اللي كيقول لك؟ الموقف ديالهم من الاحتجاجات هو ردوا من السلطات المعنيه، المندوبيه الجهويه اللي تكون مهنه الدار البيضاء، كاتبوه ولا راسلوه، هو اللي معني بالامر، هو اللي كان شي حاجه هو اللي متحملها. واش هذه الاشكاليه ديال التلاميذ واش غتحل ان شاء الله؟ بالطبع على ما على مستوى يعني سنترال ديال الرباط راهم البون فير جميع المسائل باش ما يضيعوش هاد الشباب وما يضيعوش حتى المدرسه. وهاد السمعه وهاد الضوضاء وهاد الشوشره راهو راها ناس اخرين كانت عندهم منافسه باش يفتحوا شي مدرسه هنا في المحمديه، واننا لقاو صعوبات هنايا لان باش هذا وناضور عندنا اشهادات وعندنا دعوه قضائيه بهاد الناس هما ثلاثه الناس. يوم امس كان لك لقاء مع بعض الطلبه والطلبه قالوا على انه كان بعض التهديدات من طرفكم انتم، واش ممكن انك تعطينا شي توضيح على هذا؟ هو اللي قلت لكم راه دابا الملف مطروح على الصعيد المركزي بالرباط عند وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. الآباء؟ لا بعض الطلبة. والطلبة كذلك والآباء ديالهم. هذا الشيء هذا الكلام اللي قلت لكم كامل هو اللي قلته لهم. أستاذ الحلول المقترحة من طرفكم؟ أنا ليست لي حلول، أنا ماشي وزير ولا مندوب ولا الحلول من الوزارة. ولكن أنت كتقول بلا أنا مش شكارة، مش شكارة يعني هو الكل في الكل. اشنو ندير حل نزور لهم دبلومات نعطيهم معتمد والاعتماد كتعطى من الوزاره. زيد كان اعتماد وكان تحييد علاش؟ هذاك الشيء كيرجع للسلطات هما اللي عارفين كاين وعندهم ارساليات وعندهم كل شيء. يعني اغلبيه الطلبه اللي كيقول لك مثلا في الاشارات ديالكم انتم كتقولوا على انه كاين الاعتماد، دابا كيقول لك ما كاين. كان الاعتماد في السنه الاولى وفي السنه الثانيه وفي السنه الثالثه هذه الى حدود افريل 2019 صيفطوا لينا قالوا لنا حبسوا. حبسنا الاداره هي اللي عارفه، هي اللي كتعطي الاعتماد وهي اللي كتحيد الاعتماد، والاعتماد راك عارفه سيتين اوبسيون ميزاد. شنو رساله التلاميذ اللي كيقراو عندكم في المؤسسه؟ شنو رساله من عندكم استاذ؟ رساله اللي كيقراو عندكم في المؤسسه. التلاميذ كنقول لهم دابا راه تيزيدوا سميه سعيد باقي كيقراو في نص سنه، هادشي كيديروا فيه هو اللي غادي 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 الفا بيرتيربي لو كورسيس دو فورماسيون ديالهم. هادو صحاب الثالثه راه لا حول ولا قوه، راه كاين اللي وحده فيهم راه 60 يوم ما جاش تقرا وتا هي واقفه باغا الاعتماد، وواحد ما يعرفش يكتب حتى سميتو ايد سوانيو وباغي كريديتي ما يعرفش ينطق حتى سميت كريديتاسيون كيقول كريديتي. ولا لا راه كاين خطاب سامي ديال صاحب الجلاله كنساهموا في التكوين المهني كنعلموه حرفه. علاش نجريو عليه؟ تقبلي تي عندك ها راه كيتعلم ويمشي يعلم سميتو، راه المرض جاي من الفوق، راه باللي كان كيقرا في الابتدائي وفي الثانوي كيجي ما يعرفش يكتب سميتو، حنا غنعلموه يكتب سميتو. خويا شو ما تدخلش معايا هاد المسائل تسيء ولا انا كنقول لك كان الناس كيقراو عندنا المستوى ديالهم فين واصل. يعني كيف
كتسيء ما تسيء، انا كنقول لك كنسيء انا، انتهينا.